أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة له على تويتر أن أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني وليس عسكري، مبينا أن قطر تتحمل التصعيد العسكري بإحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة إلى أرضها. ووصف الوزير البحريني تدخل بعض القوى الإقليمية في الأزمة مع قطر بالخاطئ. قال مراسل أخبار الآن إن فصائل من المعارضة المسلحة قتلت أبو هاشم الرفاعي أمير تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك الواقعة غرب محافظة درعا جنوب سوريا. قتل الرفاعي يأتي بعد أقل من شهر على تعيينه قائدا للتنظيم في درعا، وذلك عقب مصرع أبي محمد المقدسي القائد السابق لداعش في الجنوب. أعلنت منظمة الصحة العالمية مصرع أكثر من 1300 شخص في اليمن منذ نهاية شهر أبريل الماضي بسبب وباء الكوليرا المتفشي في البلاد. وذكرت المنظمة أيضا أن عدد المصابين أو يعتقدوا بإصابتهم بالمرض وصل إلى أكثر من 200,000 إنسان. ارتفع إلى 153 قتيلا عدد الذين لقوا مصرعهم جراء اندلاع النيران في صهريج ينقل محروقات في وسط باكستان أمس. وتواجه باكستان حالة مزرية على صعيد سلامة الطرق بسبب سوء الطرق ونقص صيانة الآليات وتهور السائقين. أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أن 6 أشخاص قتلوا جراء غرق مركب الميرانتي أمس في بحيرة البينون دي غواتابي السياحية في شمال غرب كولومبيا. وأوضحت مسؤولة قسم الوقاية من الكوارث في الحكومة المحلية أن القارب كان يحمل على متنه 170 شخصا تم إنقاذ غالبيتهم. أكد متحدث باسم الجيش الفلبيني ما تردد من تقارير صحفية تفيد بوصول طائرتي استطلاع أستراليتين إلى بلاده من أجل مواجهة تهديدات الإرهابيين في الفلبين. وكان مسؤول الدفاع في أستراليا أكدوا أن تهديدات المتطرفين في منطقة جنوب شرق آسيا يمثل تهديدا مباشرا لمصالح أستراليا. اختبر فريق من العلماء الأمريكيين في دراسة حديثة دواء مضاد للصرع له تأثير محتمل على نشاط المخ بين مرضى الزهايمر الذين يعانون من أعراض متوسطة الحدة. وقام العلماء في مركز بيرنسون ألين لدراسات تحفيز المخ بتوثيق التغيرات في معدلات الرص الكهربائية لنشاط المخ الكهربائي التي تشير إلى أن الدواء قد يكون له تأثير مفيد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.